فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي المرأة خاتما للزواج عند الخطبة أو عند العقد، أم أن هذا فيه تشبه بالكفار؟ هذا ليس من عادة المسلمين، العادة سرت إلينا من غيرنا، وأيضا الغالب أنه معه اعتقاد، أن هذا معه اعتقاد يسمونها الشبكة، أنها تشبك المحبة بين الزوجين، هذا اعتقاد باطل. نعم، إذا بغى يعطيها يعطيها بغير مناسبة العقد، وغير مناسبة العقد عقد النكاح يعطيها قبل العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول، يعطيها ما يشاء، ما يخالف. نعم.